لك بعد انت وياه بعد انت وياه لك يا عالم تركوني خليني اجيبه هربوا بعد هيك وين بيكونوا راحوا السيارة عم تمشي فينا شش تزري لحظة أنا رح أفكر بطريقة بس شو بدنا نساوي أنا معك لا تقلقي أبدا أنا هون معك وما رح أتركك أبدا أنت لطيف كتير يا أجدب بالعادة بتبين شاب متكبر ومغرور ومزيف بس أنت أبدا مالك هيك من جهة تانية أنت عاطفي ولطيف وحساس كتير مهتم كمان بصراحة يعني أنت شخص كتير رومانسي وسلوكك مثل ما توقعت إنه راجيكم كل ما بتطلع بعيونك البريئة هدول بشوف راج فيهم بشوف صورتي كتير واضحة كأني قدام المراية وللأسف لهلأ ما شفت هالشي بعيون بريم أنا خلص أخذت قراري يا بريم ورح أعطيك فرصة تانية لحتى تحاول بس بدك تقلي بالأول شو هو المخطط لحتى ترجع الأميرة بريا لهون إيه جلالتك؟ بس قبل ما أقلك خططي لرجعها عندي شروط شروط كمان؟ بالعادة هذا الشيء ضد مبادئي وما بقبل فيه بس لأن الأميرة بريا بالقصة رح أقبل بشروطك قلي شو هي؟ أوكي أول شيء إنه الشرطة ما تتدخل بهالقصة أبداً وتانياً ولا حتى أنتي جنابك يا حرام يا بريم نحن أكيد رح نخبر الشرطة عن هالشي لأنه بيهمنا مصالحنا أكثر من الأميرة تبعكم أنا موافقة جلالة الملكة خلال 4 ساعات بالكتير رح تكون الأميرة واقفة قدامك هون بالقصر وفي حال أنه ما أجت الأميرة لهون بالوقت المحدد رح سلم القصة للشرطة فورا وهذا وعد مني أنا بريم بولا خبريني جلالتك مثل ما بتريدي جلالتك حبيبي يلا خبر المفوض عن اللي عم بيصير بس انت شو اللي عم تقولي حبيبتي الملكة ممكن توقع بمشكلة كبيرة اتركها توقع فهم علي حبيبي اذا المي راحت من حوض السمك السمك بهالحالة رح يضل خايف إنه تروح المي كلها وما يقدر يعيش جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية